أيضا سيدي صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان الهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم بمناسبة فوزي دبي بإكسبو 2020، ونتمنى إن شاء الله دائما الرقي والازدهار لهذه الدولة وبالخص هنا إمارة دبي بمناسبة فوزها بإكسبو 2020. أيها الإخوة، منذ لحظات أعلنت انطلاقة الشوط الأول، منذ لحظات أعلنت انطلاقة الشوط الحساس، شوط نخبة، شوط جميل يحمل أصحاب أسماء أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. ولمن هذا الشوط؟ شد العزم يا أخوي، شده، جانك بغيت تشارك الناس، هات الذلول المستعدي اللي لها عسب قلوماس تفرحك في سيره ورده، وعند العرب بك ترفع الراس. أيها الإخوة، عود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى شعار عاشق هذا المركز الجميل والمميز، شعار سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم أحد خبراء التاريخ خلف بن مطر بن علوان، النقلة على العربية، العربية لأحد شباب نسيب بن عتيج المقعودي في ثاني المراكز. انتقل وياكم إلى ملوح لعلي بن عبد الله بن علي بن واس، النقلة على المركز الرابع وبر لي سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مهير بن سيب بن واس شواهيل، تقترب أيها الإخوة من خامس المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الواثق، حمد بن راشد بن قدير هملولة، هناك يمع بن حميد بن عمهي في سادس المراكز. النقلة على المركز السابع الشهرية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ومطر بن علي بن واثاب المراكز الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن قدير التجاوز هناك من شعار مطر بن سعيد بن حلوة على ظهر الشاهينية، تاسع المراكز. تقترب هنا الشاسبية سعيد بن محمد بن قضيب العليل المركز العاشر، شواهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والواثق حمد بن راشد بن قدير الشبي. نداءنا الأول، وقطعنا تقريبا نصف المسافة، ويتبقى النصف المهم والشوط الأول، الشوط الحساس. هناك من الجانب الثاني العربية مع هذا الحدث الجميل وهذا الحدث المميز، وسيب بن عتيج المقعودي القادم من ميدان الإحباب، النقلة هنا على الشاهينية في المركز الثاني لمطر بن سعيد بن حلوة ملوح، تقترب من الحدث، تقترب من الموقع علي بن عبد الله بن علي بن واس، الشاهينية هناك من الجانب الثاني تقتنص مركز رابعا وإلى الأمام دائما لهذا الشعار لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن قدير ما شاء الله يا بن قضيب، ما شاء الله يا بن قضيب، يبغي يكسب نقطة في هذا الصباح الجميل وهذا الصباح المميز ليه سعيد بن محمد بن قضيب، كوكبة جميلة، أول ندى لجبارة سعيد بن محمد المري. يا سلام، ها هي النتيجة، ها هي النتيجة، عاشق كوكبة المركز الأول، المري يعشق الكوكبة الجميلة في مقدمة الشوط مع وعيشة أو حيشة في الأسبوع الماضي، وفي هذا الأسبوع يقدم لنا بالحقيقة جبارة 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 هي على المركز الأول، سعيد بن محمد المري، وسعد الله صباحك يا أبو محمد. النقل هنا على المركز الثاني الشهنية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن قدية، ولكن الشهنية وأول ندى يا أبو محمد، أول ندى للشهنية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، واحد شو خبراء التضمير في هذا العالم الميت، سعيد بن محمد بن حزين وصلت العربية، وصلت العربية، وصلت سيف بن عتيج المقعود، والميتين المتر الأخيرة، الميتين المتر الأخيرة في شوطنا الأول الرئيسي، شوطنا الحساس جبار، الشاهينية العربية الشاهينية وجبار. لمن هذا الشوط أيها الأخوة؟ لمن هذا الشوط الشاهينية؟ هناك من الجانب الثاني سلام يا زحبيل سلام، أسعد الله صباحكم، كافة كافة وين ما يسكن، سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وسلام إلى أهل الخوانيج وين ما يسكن، سعيد بن محمد الحزيم العربي، سيف بن عتيجة مقعودي، الشاهينية
سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد المقتول المركز الرابع، سعيد بن محمد بن سعيد المري المركز الخامس، مطر بن سعيد بن حلو المركز السادس. في سادس المراكز يا اخوي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد المقتول سابع المراكز، يمعى بن عمهي المنصوري. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المقتول، تهانينا لمضمر ولاداري هذا الشعار. سعيد بن محمد بن حزيم 4 دقائق 39 ثانيه 69 جبل ثاني، تهانينا والناموس وسلام وسلام عليكم كافل هل زعبيل، والسلام من زعبيل الى خالي الخوانيج وين ما يسكن سعيد بن محمد بن حزيم.